سنة وكيف ما جات لعنا ككل سنة الدوري الوطني للشركات كيعرف مشاركة نخبة من أهم وأكبر شركات على مستوى المملكة اللي كتنافس ما بينها من أجل تتويج بلقب بطلة المغرب والتأهل لكأس العالم للشركات. وعلى مدار 12 سنة الدوري الوطني للشركات لكرة القدم كتعتبر أهم حدث رياضي خاص بالشركات والمقاولات المغربية اللي بالدرجة الأولى تكون سبيل أو لأجل المضافين للشركات كمتنفس لك يعتبرها كمتنفس بالنسبة لهم. والحمد لله الدوري كيمر أجواء من أجواء مثالية، الناس كتفرج في كورة، الناس فرحانين الحمد لله، وهذا هو البليزير بالنسبة لنا. اليوم هو لقاء تواصل أولا قبل كل شيء ديال الشركات من مختلف يعني الميادين. هذا تورنوا دونك ديال الكره اللي اليوم انطلقت الفعاليه ديالو. حنا اليوم كشركه دي اكس سي دي جي كان عندنا الحظ اننا شاركوا بثلاثه ديال الفرق، واليوم لعبنا اللقاء الاول ديالنا، كان لقاء اخوي ولقاء رياضي اول قبل كل شيء، والنتيجه كانت تعادل، كان لقاء متكافئ، كانت شويه ديال التنافسيه، وهذا هو الجو اللي كنا كننتظرو، وان شاء الله نتركوا الموقف في اللقاء القادم لحد المقبل ان شاء الله. الحمد لله التنظيم كان في مستوى، الاجواء الحمد لله كاينه اخويه سواء مع الفريق اللي لعبنا معاه، من كل شيء بكل صراحه، لا بالنسبه للستاف ديال اللي واقفين على الدو برودرز بكل صراحه مزيانين حتى هما، بالنسبه للتحكيم حتى هو كان مزيان، حتى هو كان في المستوى، المهم حتى التنظيم حتى هو تبارك الله كان في المستوى. مي الحمد لله نتمنوا من بعد، كان حنا في الماتش الاول كانت واحد الخساره ديالنا، مي ان شاء الله نعاودوا نقدروا ان شاء الله نداركوها في جوج ماتشات اللي بقاو ان شاء الله. اللي زوين في هذه التظاهره انك تلاقيك بشركات، كتشوف اناس جداد، كتشوف الناس كيجيو من مدن خارج كازا، مي في حد ذاتها هذه بكل صراحه كتبقى تنظيم مشرف بكل صراحه.